السلام عليكم. بعد ما قلنا يا الله وبدت الحملة الانتخابية بدت سوالف بعض الجماعة، طبعا يبدو أن الدعاية الانتخابية انتقلت من مرحلة إلى أخرى أكثر تطورا من البطانيات وشراء البطاقات، بطاقات الناخبين، إلى شراء الناخب هو وعائلته. جيب لي 50 بطاقة من منطقتك أو قرايبك وهايف لياساتك وعود روح قشمرهم أنت بكيفك. وربما بعض الشيوخ العشائر مع احترامنا للشرفاء وطيك وطيني، مو بس على مستوى المرشحين حتى على مستوى بعض الأحزاب السياسية بالكامل، من غير المراجعات الحكومية. عندك معاملة، عندك مرة زعلانة، احنا بخدمتك. وحتى وزارة العمل اضطرت إلى إيقاف منصة مظلتي للتقديم على الرعاية الاجتماعية بسبب استغلالها من قبل بعض المرشحين، ناهيك عن موسم محولات الكهرباء والتبليط وتصليح الطسات وغيرها من أساليب الدعاية الانتخابية المتطورة جدا. أشهر دعاية انتخابية لحد الآن هي دعاية المعلم، يقال في الأنبار، في إحدى مدارس الأنبار، اللي كان واقف بالصف ويقول للطلاب، طلاب صغار يمكن مرحلة أولى مرحلة ثانية، ويقول لهم شو يقول رئيس مجلس النواب بريكان، وطلبة يرددون وراه يقول نحن أمة، ويعيدها المعلم للطلبة والطلبة يرددون وراه، يعني بطريقة، حتى بطريقة الإجبار لهؤلاء الطلبة. طبعا هذا ما أدري هو أسلوب دعاية، أسلوب تذكير، غير من الأساليب الدعاية الأخرى. هذا من جانب يكشف لنا حجم الفلتان حقيقة بعدم السيطرة على الدعايات الانتخابية، ومن جانب الثاني أيضا يكشف عن حجم المال السياسي اللي قاعد يصرف بالانتخابات. ومجرد أن تروح للمنصور، هاي المنصور، أو تروح للكرادة، وراح تشوف بعينك إيش قد الأموال اللي تصرف الآن بالشوارع من لوحات وإعلانات وتصميمات وأموال تدفع. قبل الدعاية الانتخابية أيضا شاهدنا مجموعة، ما أدري نواب، ما أعرف حقيقة شنو ذولي، يمشون بالشارع ويوزعون أموال. ما أعرف ذولا يسألون عن هذه الأموال التي توزع، يقولوا لهم منين جايبينهن، حتى هسه بحسابات بسيطة، من أين لك هذا، غير أكو من أين لك هذا. عموما حلقتنا اليوم عن هذا الموضوع. جديد ورحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي الاستاذ كامل الغريري القيادي في حزب تقدم، والدكتور بشير الحشيمي المعارض السياسي، ومن الانبار الاستاذ مهند الراوي السياسي المستقل. حياكم الله ضيوف الكرام، اهلا وسهلا بكم. حياك الله الشيخ. يا اهلا وسهلا، الله محييك. منين بدو وياك؟ من ياهي؟ من المعلم اللي يصيحوا له شو يقولوا بريكان؟ شو القصه؟ وين وصلنا؟ والله اولا الله محييك. حياك الله. ومحيي قناتكم الكريمة، محيي الدكتور بشير رجل وطني، الله يخليه، والأستاذ مهند. أخي العزيز، تعرف أنت اليوم هي انتخابات، والانتخابات كل شيء يصير بها زين. انتخابات كل من عنده فكرة، وتعرف أنت تحصل بها شعارات وتحصل بها تعبير كلمات حتى في سبيل يظهر هذا المشروع السياسي، وكل واحد عنده مشروع سياسي يطرحه إلى الشعب، إلى الناس، ويسمع به طالب المدرسة، ويسمع به الفلاح، ويسمع به أي واحد يقول يا أبا ترى فلان اللي هو الحزب الفلاني أو التحالف الفلاني أو عند المشروع الفلاني. وهذا يعتمد على قناعة الناس، قناعة الناس اللي موجودة. مدرسة، هل هي تقتنع مدرسة ابتدائية، مدرسة دولة، هل هي تقتنع مثل ما يقولون أنت مثل ما تفضلت، هل تقتنع مثلا بالأحزاب اللي موجودة؟ وتعرف أنت أحزاب موجودة في المناطق الغربية، أحزاب سنية وتحالفات، وأعتقد أني البعض من عدها ظهر على الساحة إلى فترة وكان عمل له وشغل له، واليوم هو أن تحت شعار يقول مثلا نحن أمة، أو يقول نحن سيادة، أو حسم القرار وكذا. فتدري كل من انطى فت هو شعار انطى. احنا ما عندنا مشكلة، لا 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 لا، انت مو قلت، انت مو قلت على شيخ، لا لا لا، احنا ما عندنا نحن أمة. شيخ، احنا ما عندنا مشكلة انه انت تختار اي شعار تختاره،
هسه بالعكس شعار ملفت. أما الأمور بس إذا تسمح لي بس أنت من تجي معلم داخل مدرسة ابتدائية وش يقول بريكان نحن أمة، هسه هاي ما واحد يذكر شو يقول السيد الرئيس القائد المناضل المجاهد صدام حسين اجعل عدوك أمام خلفك واتباعه ولا تسبقه خلف ظهرك ولا الجنجلوتية الطويلين. صحيح صحيح. أنا أقول لك احنا تعرف أنت اليوم احنا نريد بكل صراحة كل مؤسسات الدولة أن تبتعد عن موضوع الدعاية الانتخابية، لأن تعرف احنا عندنا مؤسسات وعندنا دوائر، وهاي الدوائر أعتقد أن التوجيه اللي حصل اللي كل الدوائر مالت الدولة عدم دخولها في مجال الدعاية الانتخابية، وبعض من عتهم يجتهد أو ما يعرف الأمور ويتصرف هذا التصرف. احنا لا نحكم على شخص زين، وعندما نحكم على شخص مثل ما تفضلت أنت تحدث بهذه الطريقة، لا بعض الدوائر الأخرى عندك التزمت وفعلا التزمت في الانتخابات، واعتقداني كان هناك توجيه من السيد وزير التربية عدم الوصول المرشحين إلى المدارس أو إلى الكليات أو إلى الجامعات، فهذا الأمر يحصل. بس إحنا هنا نقول كيف تكون هناك انتخابات نزيهة، انتخابات أن تخدم البلد، ما أريد إحنا ندخل في فشل ونخرج من فشل، معنا من فشل إلى فشل بصراحة. خليك إياها إحنا عندنا انتخابات مرة طيلة هذه السنوات ما أعتقد حققنا شيء للبلد ولا للشعب ولا لجمهورنا، وإنما تأتي الانتخابات نعم هاي شعارات وأمور واللي يسويها مثل ما يقولون للمواطن قمرة وربيع، بس يقول له يا أبا تعال جاي حتى في سبيل يوصل، وهذا السباق علي من على جمع الأصوات، كل من يقول منه أنا اليوم تمام. هل أقدر أنا أحصل واضح. عدد الأكبر من الأصوات واضح. حياك الله أستاذ مهند الراوي. أستاذ مهند أسمعك واضح. حياك الله أستاذ مهند، أهلا وسهلا، تحياتي. القصة محتدمة يعني الانتخابات عندكم تختلف عن كل الانتخابات بالمحافظات، يعني والله هو حلوة يعني السباق الانتخابي بهالطريقة حلو، أنه أنتم في الأنبار قاعد تسابقون سباق قوي من أجل يعني، بس ما أدري هذا بيدي ما يخالف بالشكل العام هو جميل، بعض التفاصيل من الداخل لا، يعني معلم يسوي له دعاية، واحد من جماعتكم يطيل له كم فلس بالطريق، واحد يسوي له عزيمة ويقول له تشريب ما أدري ثريد، واحد ما أدري شنو، هذا سهلات. بس بالسياق العام أكو عندكم ديمقراطية قاعد تمشي صح مو لو لا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ومشاهدي قناة الأيام. سيدي الكريم، أنا يعني بداية سأتكلم عن الحملة الانتخابية لكل القوائم، وبعدين سأتطرق إلى ما تفضل به ضيفك الكريم. يعني أنا أول سؤالي، الدعاية الانتخابية هي حددتها المفوضية بعدة نقاط، طريقة الدعاية، كيفية صرف الدعاية، وين تنشر صورك، بأي طريقة تروج، يعني اكو محددات. لكن من الواضح ان في محافظة الأنبار وطريقة الاستئثار بطريقة الدعاية الانتخابية مورست بها يعني طريقة يعني معيبة اصلا. يعني اليوم ان نصل الى انه مدرس يدرس طلاب ابتدائية صف أول ابتدائي ويقول ماذا قال السيد الرئيس نحن أمة، وها يعني هاي بحد ذاته هو هذا خرق انتخابي، هسه بغض النظر انه هو هذا الرجل محسوب مو محسوب هاي ما نقدر احنا نحددها، لكن اليوم هذه المفروض السيد وزير التربية شلون يسمح انه طلاب بهاي المرحله يتم تدريسهم؟ لا لا هسه قبل وزير التربيه، قبل وزير التربيه، هو منو قال هم اللي هو اللي مسويها؟ يعني ربما خصومه مسوينها. عفوا سؤالك عيد استاذ محمد، يعني منو اللي قال انه الحلبوسي وجماعه اللي مسوينها؟ ربما خصومه اللي مسوين هذا الموضوع من اجل الايقاع به. لا ما ابدا 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 ابدا، انا ما بدي اتكلم انه هو ممكن هو المدرس، يعني انا ما اعرف هو هل هو صحيح محسوب على، لكن هي اصلا الـ هذا المدرس في مدينه القرمه، يعني في مدينه القرمه في مدينه السيد رئيس مجلس النواب، يعني هسه بغض النظر احنا ما بدنا نتهم، لكن انا اليوم اريد اسال الاخ الضيف الكريم السيد الغريري،
أنا بس أريد أعرف هذا الشعار نحن أمة من يا أمة أنتم؟ أنا أعرف أمتين، هي الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأمة الوطن أمة هاي الأصل أمة الإسلام، وأكو أمة اسمها أمة القومشية مال القومشية الأمة العربية. ياهي أنتم الأمة العربية مال القومشية، يعني ياهي اللي تقصدوها. إذا أنتم يا سيد الكريم إذا أنتم وحدكم أمة، يا هي الأمة اللي تقصدوها أنتم حتى أفهم، إذا هي إذا إسلامية فأنتم ما تمثلون كل الأمة الإسلامية، وإذا أي قومية فأنتم اعلنوها انه احنا الامة القومية. اما اذا عندكم امة ثانية تريد قصدوها الامة الامة امة السنة، فانتم ما تمثلون كل السنة. هاي تمام لو لا ما تمثلون كل السنة. لا تحكي لي بالقضية. انا اليوم هذا الشعار من وين جاء؟ يعني انا ما دا اعرف هذا، يعني شنو هذا الطريقة اللي تخليكم مع احترامي واعتزازي بطريقة الطارح معكم؟ ليش منزعجون يعني؟ ليش هذا؟ لا لا لا، لكن هاي الطريقة استاذ مهند انت ليش منزعجين؟ لا بس اعطيني مجال، لا تقاطعني ارجوك استاذ كامل، لا تقاطعني حتى لا تنقطع سلسله افكاري. عمي كامل ساكت الرجال، هاي الامه اللي تقصدها انت. كامل ساكت الرجال، انا قاعد اقاطعك. ما حكيت والله، انا ما حكيت. ما حكى الرجال بعده. تمام استاذ محمد، بس انا اريد يعني اريد افهم من الاخ الاستاذ النائب كامل الغريري، هي يا امه اللي تقصدوها انتم حتى نفتهم. تمام انتظرني دكتور بشير، عفوا خلي جاوب الرجال، خلي جاوب. انتم يا امه يا اخي تعرف انت اليوم انت الانتخابات انت عندك حمله انتخابيه زين، خلي اسمعني استاذ مهند وعندك دعايه انتخابيه وعندك ترويج الانتخابات اليوم عندما هم لما واحد يقول سياده ليش العراق مو سياده العراق كله، واحد يقول لك أمة آني اللي موجودة على المكون طيلة هذه السنوات آني بالنسبة لي أمة جمعت هاي الناس، إن بحيث أنا مو قليلين، إحنا مو قليلين في إبداعنا في عملنا في شغلنا في إبداعاتنا موجودة في مناطنا مواقفنا اللي موجودة، إحنا نقول إحنا نمثل أمة إحنا وليس مجموعة صغيرة هالشكل. فهذا المعنى مالته. اما اليوم احنا ليش احنا متخوفين من هذا الاسم، اقول عفوا هذا الشعار هذا الشعار، بعض الشعارات هسه موجوده الاحزاب اللي موجوده كل واحد انت شعار يا مال الله ايش كبر الاسم خليك قول فيها هسه وضحت اي. فهذا هو بالنسبه لي يقول لك احنا ليس قليلين، احنا موجودين واحنا جامعين هذا الجمع وعندنا مواقف وعندنا عمل وعندنا شغل واحنا ترى احنا الكلام انه يكون في 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 قرارنا الوحيد المتخذينه تحت شعار اللي هو شعار امه، تحدث الرئيس بكلام وهذا الكلام اعتقد اني في احدى المؤتمرات وقال احنا ليس قليلين يا اخوان يا سيد الكريم. احنا ليس قليلين، الامه كبيره، الأمة كبيرة. أنت قارنت نفسك أنت وين وديتنا يا أخي سيد مهند؟ أنت وديتنا تحالف الإطار، وديتنا للأمة العربية، وديتنا التنسيقي، وديتنا للأمة العربية وما أدري وين وديتنا. هذا يا أخي هذا كلام داخلي. لا لا أستاذ مهند، أستاذ مهند هذا اسمح لي، إذا تسمح لي أولاً هذا كلام صار كلام داخلي، خليك تشوف وليس برنامج شعارات، كلام داخلي. والكلام عندما أي شخص يعبر عن أي كلام يقول نحن سيادة البلد، تمام هسه هاي الشعارات احنا ندخل بها احنا امة البلد، هذا ليش انت تنزعج منه؟ واضح دكتور بشير تاخرت علي سامر، مو المشروع احنا مو شغله الشعارات. ارجوك بس اسمح لي دكتور بشير، احنا نتحدث عن دعايه انتخابيه الان من بدايتها بها مشكله، بحيث وزير العمل وقف منصه تعنى بالفقراء بسبب انه استغلالها من قبل المرشحين. تخيل هالمرحله شو يسوون؟ هذا وحده قاعده تاخذ الارقام من المنصه نفسها، والو طلع اسمك، الو ما اعرف سوالك، الو كذا كذا. شنو وضع التنافس الانتخابي اليوم اللي جاي يصير بالبلد؟ اولا مساء الخير، حياك الله، اللهم طيب النفوس ما بين الامه العربيه والامه السنيه وكل من يدعي ادعاءات. زين استاذي الفاضل، هي هاي الطبقه السياسيه اللي صار لها 20 سنه طبقة سياسية مارقة فاسدة فاشلة هم يعترفون بها. ايش معنى ايش تولد لك مثلا 20 سنة من الضياع، زين 20 سنة من اللاشيء، 20 سنة من الفتات،
20 سنة من العمالة، 20 سنة من التبعية، 20 سنة من الانبطاح. هاي قدامك غزة، غزة جاءت تذبح يوميا، وربعنا سواء كانوا أمة العرب، أمة عربية، أمة إسلامية، أمة فدائية، سووا العالم جاي تذبح. مين؟ احنا مو قلنا مجالس المحافظات حلقة زائدة؟ هاي الشغلة تعبانة. أنا أرد أسألك وأرد أسأل الشيخ اللي نطرق لها، وأرد أسأل الجديد جاء على هاي الشغلة الأخ مهند، ما تقولوا لي مجالس المحافظات ايش قدمت بمحافظاتكم؟ ما تقولوا لي شنو التطور اللي صار بصلاح الدين أو كركوك أو حتى الرمادي؟ قدرتوا تعالجون الفقر مثلاً بعشرين سنة بأقضية الرمادي؟ قدرتوا تطول رواتب لضحايا الإرهاب بالرمادي؟ قدرتوا؟ هذا الموضوع دستوري، هذا الموضوع نرجع الدستور موجود، وكأنما يعني هذا الدستور ايه؟ الملغوم ايه؟ شوف بابا هذا الموضوع، هم ليش يحترمون الدستور؟ هم مو أصلاً وصاحب الأمة نزع سترته وجمد مجالس المحافظات من كانت حديدة تشرين حامية، إذن هو أصلا لا يعترف أبو الأمة. من هو صاحب؟ سيد محمد حلبوسي قال سنزع سترتي إن لم يستجاب لأوامر التشارنة في حل مجالس المحافظات، وتم تجميده. أستاذي هاي حلقة زائدة وفاسدة وتعمق، يعني وعد ووفى اذا بهالطريقه. نعم قال وعد انه راح اجمد مجالس المحافظات وجمدوها. لا يجب الغائها. راح تقول لي دستور انا جاي اقول لك هاي اخطاء موجوده في الدستور. تمام. الدستور مو كلام الله. من نرجع للدعايه الانتخابيه انا اشبهها هي باوع المحصله تخريج مع الاحترامات للذوات، تخريج لصوص جدد يعملون عند لصوص كبار في بغداد. زين لصوص دول لصوص بس المحافظة. جاي تعمم انت، خبك ناس شرفاء بالموضوع. انا اقول المدرسة في مجالس المحافظات تخرج بالمعظم لصوص صغار يخدمون اللصوص الكبار في المركز، لكن هاي المدرسة اكيد بها طالب طالبين شرفاء. هيجي بس احنا ما بس تعال اقول لك شريف امام صف كله حراميه، شو يقدر يسوي؟ باوع النقطه الاهم، اني اشبه هاي الدعايات مالتهم بفلاح يبذر ببيئه فاسده لكن بذاره سينتج له حصادا اسمه مزيدا من السرقات لتعويض مبالغ البذور. يعني هو هسه من جاي يطي فلوس ويرش لا على التعيين حتى بعدين يفوز يرجع فلوسه. شلون يرجع فلوسه اذا هو موظف خدمه؟ اكو غير راح يبوق؟ انا ردتين ساد الشيخ تبنى جواد بربك، هذا من يصف له مليار على مجالس المحافظات وطنيه مثلا اللي يخدم مدينته يصرف له مليار، ما يروح يطلب المليار للفقراء. انا بدي اسال الشيخ زين، لان علاقتي بالشيخ على اقل تقدير تسمح لي اساله. ربك شيخ دول الجاي يصرفون هاي المليارات، اكو غير يردون يرجعون بعدين المليارات مضاعفه؟ لو وطنيه يجي فلان يصرف له 10 مليارات. تمام انا بدي اسالك سألت. بس حظ وبخت جاوبني. تمام اللي يصرف مليار منين يجيبه؟ إذا على مجالس المحافظات. شوف يا أستاذ بشير والله أنت كلامك صحيح، أنت مثل ما تفضلت أني طبعا كنت عضو مجلس محافظة بغداد بال 2008 خلعتك إياها، فتدري أنت محافظة هذا ضمن قانون دستور وهذا الدستور تعرف أنت هو اللي رقم 13 لسنة 2000، قانون رقم 13 لسنة 2006 خلعتك إياها. هذا إجازة أن تكون هناك حكومات محلية، هي هاي الحكومات المحلية من خلالها اللي هي القيم مقام مدراء النواحي خليك اياها المحافظ. هنا القتال اللي جاي يصير حتى في سبيل من الحزب يفوز في اي محافظه
يقدر أن يكون إلى محافظ. زين. لأن الانتخاب راح يصير المحافظ. أنت تعرف هاي الشغلة، هذا قانون. أنا بسيرك الحلف فاز. إيه. والمحافظ جابه. أي المحافظ راح يجي. يخدمون لو يبوقون. أنت رجال نجوان. نعم نعم. جاي الناس. أنا جاي أقول لك الفساد. يبوقون. يا أستاذ. وربك يبوقون. الفساد موجود والسرقة. نعم. موجودة. والناس عندما يستقتل حتى في سبيل يصير عنده محافظ. إيه. في المحافظة الفلانية. والمحافظ يصير عنده تدري انت بعدين تجي تفرعاتها اللي هي القيم مقام والنواحي، الاستقطاب كله على المحافظين. وانت تعرف اليوم ايش قد اكو من السياسيين الكبار ومن الكتل السياسيه الكبيره متمسكه بمحافظين. حتى هذا المحافظ يكون ممثل هذه المحافظه والقيم مقام مثل وحده اداريه، وبعدين تنزل الى مدراء النواحي. هاي كل ما في الامر، ترى هذا موضوع الانتخابات مال مجالس المحافظات. وكل كل ما في الامر هي اذا احنا نريد نطبقها هي مو مضره، لا بالعكس هي صحيه. تمام. انا اقول ان تراقب العمل الحكومات المحليه. تمام. استاذ مهند، اما انت جاي تحكي لي على الفساد، لا الفساد موجود يا اخي. زين يا اخي الفساد موجود هنا الان. روجر يا استاذ بشير، لا لا انا اقول لك، انا اقدر اقول لك هسه يا شيخ، لا لا انا اقدر اقول لك هسه الطين محبنا وبختنا ماكو فساد وسرقه. اه. ودمار لا بالله موجود ونص. لا مو موجود ونص. ايه. لا لا شيخ نقطه موجود هو الصفه الاعظم. الاعظم دكتور بشير. نعم دكتور بشير. هو دكتور بشير سال سؤال، والسؤال هذا كل احنا نسأله. واحد يجي يصرف مليار على عضو مجلس محافظة، شو يريد بالضبط؟ هو عضو مجلس محافظة منصبه مدير عام، راتبه 3 ملايين إلا ربع. زين، هل من المعقول واحد يصرف له مليار على واحد الذي يوديه حتى يشتغل له بثلاث ملايين؟ أخي أنا أنت عندك، كان جاي أوضح لك، عندك أنت سباق. هسه قبلها أكو. لا لا سباق مال انتخابات. شيخ شيخ. لا أنت عندك سباق مال انتخابات، هذا السباق كل من يقول اللي يجي ينطي فلوس. ومثل ما يقولون هذا اللي ينطي كذا، هذا اللي يدعم كذا، حتى في سبيل من يحصل على عدد من اعضاء مجلس المحافظه العدد الاكبر راح يصير سنه يحصل على محافظ. والمهم اللي هو الاستقطاب على المحافظ، انا وضحتها لك، حتى في سبيل حاضر يضخ فلوس. زين اذا حصل على المحافظ ايش راح يحصل؟ بعدين شلون راح يحصل الفلوس؟ يرجعها عنده محافظ. ايه يعني يبوك. شلون؟ يعني يبوك. لا مو جاي اوضح عليك، عنده محافظ. نعم. يعني انا صارف مليار. ايه مو عنده محافظ. راتبي مال سنه 3 ملايين في 12 36 مليون. انا ايش راح اسوي؟ عمر 4 سنين 220 مليون. انا صارف مليار. شرح اقول لك ابن عمي يا استاذ بشير، يا استاذ بشير احنا من حد هاي اللحظه كم سنه صار لنا؟ انت الحراميه موجوده، شلون احنا قبل يقول واحد سطه واحد قاعد؟ اذا يا واحد سطه واحد قاعد. هي مدرسه لتخريج اللصوص الصغار. بس انت لازم تعمل بيها. سيدفعون استاذ بشير بالغنائم الى بغداد. لازم ان تعمل بقانون اللي هو قانون مجالس المحافظات، هذا قرر الدستور وكذا. انا اقول لك هم حاليا يقدرون يكون هذا قانون مالك، وقالوا لازم احنا نمضي بهذا القانون. استاذ مهند انا قطعت نعم. كلامك في موضوع كنت تتحدث به على وزير التربيه، وانا اشدد هسه مو على مود قصه قال شنو الشعار وقال كذا، بس انه الدعايه داخل مدرسه ابتدائيه يعني هاي لا غير مقبوله تماما. تفضل. نعم سيد الكريم، يعني خلينا نتكلم بشكل صحيح. يعني السياقات الموضوعيه للمفوضية حددت طريقة الترويج الانتخابي. زين. هذه تعد اليوم خرق انتخابي، هذا خرق انتخابي، المفوضية المفروض تحاسبهم عليه. يعتبر طريقة الترويج الانتخابي لداخل المدارس، داخل الكليات، داخل الجامعات، هي هاي خروقات انتخابية. زين. لكن أنا من تكلمت على وزير التربية، يعني المفروض اليوم يشكل وزير التربية لجنة تحقيقية يعرف منو هذا المدرس وشنو هذا التصرف ومن وين جاله هذا التوجيه أنه يروج لأطفال ابتدائية صف أول ابتدائي بهاي الطريقة. يا اخي اليوم الناطق الرسمي، انا متابع موقع وزاره التربيه وحتى تكلمت معه في واحد من الجروبات، قلت له وينكم عن هذا الخرق؟ ليش ما شكلتم لجنه تحقيقيه؟ ما قدر يجاوب الرجل في واحد من الجروبات الواتساب. زين يعني ما يقدرون وزاره التربيه؟ ما يقدرون وزاره التربيه؟ ما يقدرون؟ لا لا ما يقدرون، واضح ما يقدر اصلا. شعار وردد على بيان. شنو البيان على هذا المدرس؟
استاذ مهند ديان، يعني اتمنى استاذ محمد اللي الصوت دا يروح ويرجع والصوت مو واضح، فاتمنى ما يقاطعوني حتى الشيخ اقدر اوصل الشيخ الفكره. لك ما تقول لي تكلمتوا بها هاي، تكلمتوا بها وشعارها استاذ مهند، انتوا تكلمتوا بهاي مال ردد بالله مدرس وشاف شعار حلو ويمشي بالشارع وقال بالله نحن امه نحن سياده والله اسمح لها يسولف بالشارع، احنا كل واحد يحكي نشلي بيه ونقول يا ابا تعال والله انت قلت امه ونحاسبه ونسوي لنا مشكله وتعال يا وزير التربيه وحاسب هذا بالله عسى ولا واحد داخل طلابه وقال والله عجبه الشعار يا سيدي الكريم عجبه ولا ما لو ما عاد الشعار استاذ مهند ما عاد الشعار ما يتردد ما ردد حبيبي تعلم شعاره شوف انا حلو والله كل خليني اكمل حتى تقاطعني لا تقاطعني لو اغادر الحلقه لا لا الطريقه الشعبويه لا تستخدمها وياي انا عندي طريقة أطرحها لا تقاطعني أستاذ محمد إذا يقاطع أغادر المرجو أنا أعرف لا تفضل تفضل ما تفضل تشويش ماله ما قاطعك حبيبي اعطيني مجال لا تقاطعني لأنه من تدخل أنا قاطعك ما أخليك تكلم هسه تفضل خلاص خليني أكمل أولا تفضل. شنو حبيبي 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 اعطيني مجال أولا اللي يتكلم معك هذا ابن قانون وأنا مشتغل بالدولة العراقية من وين جبتم هاي القانون تروجون بطريقة داخل مدرسة بأي طريقة منو اللي اسمح لكم أنتم تروجون وإذا شنو واحد إعجابه شنو هالسطحية مع احترام لشخصك الكريم شنو هالسطحية ما حد مروج ما حد مروج واحد إعجابه عفوية 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 صارت من شخص زين استاذ محمد يا اخي هسه قال لك الرجل عفوية هسه خليني اكمل استاذ مهند لا لا اطلع لا اغادر البرنامج هسه لا على شنو اغادر البرنامج اسمعني حبيبي هاي الطريقه الشعبويه ترى انا الرجل اسمح لي هسه الرجل لا راضي قاعد يقول لك عاد بطريقه عفويه وراضي يروج بيه لا بالله هذا خرق قانوني والمفروض من وزير التربيه اذا هو وزير ويحافظ على 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 طريقه على طريقة الممارسة التربوية المفروض اليوم يحاسب هذا الشخص بأي طريقة زين هو وزير التربية ليش ما يسويها وزير التربية ما يقدر لا ما يقدر ما يقدر لأنه سد ملف الاستجواب لأنه تتذكر قبل يجي شهرين لموا عليه تواقيع وين الاستجواب مال وزير التربية وين راح أنا أرجع على سؤال ما أريد أقف على هاي الجزئيات البسيطة اللي الأخ كامل اللي يتكلم عنه أنا أتكلم على أخويا الأستاذ بشير أتكلم عن مجالس المحافظات أنا مو بصدد دفاعي عن مجالس المحافظات يا سيدي الكريم مجالس المحافظات دستورية أستاذ بشير المحترم مجالس المحافظات دستورية نحتاج إلى تشريع قانون بالبرلمان ويعرض على الشعب نغير الدستور لا بس شنو المشكلة الدستور مو قرآن يعني مو قرآن نازل بالقرآن بطريقة انتخاب مجالس المحافظات أنا راح أسألك أستاذ بشير المحترم اليوم أي أكثر فساد أنا ما أتكلم عن الفساد لا إذا الفساد أقول لك الفساد منتشر بشكل مزري وبشكل مخيف الدولة العراقية استشرى بها الفساد بشكل مخزي تقلنا نتخزن ونمشي أحكي لك عن الأنبار إذا أتكلم لك عن محافظة الأنبار تعال عمي شوفوا هاي النساء تعال شوفوا التزوير يا أخي وهيئة التقاعد المدير التقاعد الوطنية يقول أكو بالأنبار هدر 825 مليار هدر هذا مدير عام تقاعد الأنبار من اعتقله مدير التقاعد مال الأنبار يقول بالهدر 825 أما إذا تريد أسولف لك عن باقي الدوائر هذا شيء مخزي تعال عمي أنا مدى أقول لمجالس المحافظات شنو شنو المخزي شنو المخزي إحنا من نطلق إلى هيش عبارات أستاذ مهند عبارة فساد مخزي فساد كبير كذا هاي يراد لها مصاديق يراد لها أرقام الآن قلت أنت 800 وهالقد هدر لازم يعني على الأقل إنه تتحدث بها وين الفساد الباقي المخزي شنو هو يا أستاذ محمد سؤال جيد أستاذ محمد أنا من خلال سؤالك راح أوجه كلامي للأخ الأستاذ بشير أستاذ بشير أنا راح أسألك سؤال أنا وياك متفق الفساد موجود في كل الدورات من 2003 مثل ما تفضلت عفوا من 2005 مثل ما تفضلت صعودا الى 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 الان زين. لكن بوجود مجالس المحافظات بوجود مجالس المحافظات لا تعطي الإطلاقية
للمحافظين، هاي الاستشراء، تعال شوف عم الفساد اللي بالمحافظات. أخي أنا بس أريد أعرف محافظ من وين له صلاحية يحيل مشروع ب 37 مليار؟ من وين جاب هاي الصلاحية؟ أنت اللي يقرأ قانون الإحالات مال المشاريع أعلى صلاحية. يعني أنت تقول بعض المحافظين بدون مجالس المحافظات استفردوا و100 ألف دينار تصير صلاحيات، تصير صلاحيات مجلس الوزراء من الأمانة العامة تنحال المشاريع. يعني أنت تقصد أنه استفردوا مو؟ طبعا استفرد حجي شنو استفردوا؟ مشروع قيمته مليار ينحل بخمس مليارات، مشروع قيمته بثلاث مليارات ينحل ب13 مليار. خلي مشروع عمي هسه انا اعطيك مشروع، انا اعطيك مشروع التخمينيه للمشروع ب13 مليار ينحل ب37 مليار ونص. شنو هاي؟ من وين جابوا هاي الصلاحيات؟ وين يا اخي وجود مجالس المحافظات، انا ما بدي اقول لازم تصير استاذ بشير، لا لازم تصير موجوده نزاهم وموجوده مقدمه قدموا افضحوهم اذا شكين اذا عندكم ادله. تمام تفضل استاذ مهند المحترم. اذا تسمح لي اجاوبك على التساؤل، وكثيرا ما نسال نفس السؤال، من سيراقب عمل المحافظين؟ اني انه يعني حييك كونك شاب، لكنه على اقل تقدير احشي بما عشته عمر 60 سنة. هسه راح يقولون امجد بالبعث، اخوان عندنا دائره اسمها مؤسسات الرقابه الماليه، دائره عظيمه موجوده لحد الان وحاليا مهمشه. هذه الدائره كفيله بمراقبه عمل المحافظين والدوائر الخدميه كما ونوعا. احنا شلنا بحلقه مجالس المحافظات اللي هي عباره عن مجموعه، مع الاحترامات لبعض الذوات، مجموعه لصوص يتقاسمون الكعكه مع المحافظ، ان اعطاهم كعكتهم مرروه، زين، وان لم يعطهم ما يريدون اقالوه، يقول لك وجاءوا بنص من بينهم. انا اقول بس التفت، دعونا نفعل، بس التفت لي دائره. هو الرجل يقول لك الان اكو محافظين لما راحت مجالس المحافظات استفردوا، لانه همشنا وطاق الاستاذ محمد العزيز، لانه همشنا ديوان الرقابه الماليه، زين، وهذا الديوان مشهور ومشهود بمهنيته باوع. مو انت اكو فساد ياتي من هو الذي همش ديوان الرقابه الماليه؟ تمام. من هو الذي اوجد لك حلقات زائده كالمفتشين ثم الغاها وفلان وفلان وفلان؟ يا اخي عندك قضاء وعندك ديوان رقابه ماليه، خلاص المحافظ لا يستطيع ان يستهتر بالمال العام، ونلغي مجالس المحافظات لانه ترهلنا، تزيد من محاصصاتنا. بس هذا يحتاج دستور، بس اسمع لي، هذا يعني يحتاج دكتور بشير، هذا يحتاج تعديل دستوري. هسه احنا بنص السالفه، انت مو جيت يصير تجميد. لا بس اسمع لي، نعم بس اسمح لي، هسه انا اريد انقل مشاهداتك. استاذ بشير ابشرك، ترى اكو هسه فرع النزاهه على هيئه النزاهه. استاذ بشير فرع النزاهه؟ اي والله فرع النزاهه. تمام، انت هسه مو اجيت بالطريق؟ نعم. شفت الدعايات الانتخابيه؟ واحنا نثق بقياده الاستاذ القاضي حيدر حنون وشجاعته، خصوصا في محافظه الانبار، شفنا له شغل كبير في محافظه الانبار. تمام استاذ مهند، شنو هسه شفته؟ ما بيها نفس الحاله لكل سنه. زين لا بس اسمح لي، انا اباو اشوف بالشارع اكو نوع من التضخم المالي، لو ماكو استاذي اذا احكي لك مو احنا حكيناها وعيب، هي يعني احد المرشحات جاها ولد 200 مليون كمشت الولد، قالت راح اوزع على جمهوري. شنو الغايه حتى ترجعه؟ يجوز فد مليارين. زين هذا جاها ورث يا اخوي، ورث يعني مالتها اخوي. والله اي الباقين منين جابوا؟ اذا هاي جاها ورث الباقين منين جابوا؟ حولوا هاي الناس الفقراء الى مجموعه يعني امعات تتبعهم، يجي غيره يشتريهم. خرفان، حولوا الناخبين الى خرفان، هذا ذبلجيت يجي وياه،
ذاك يذب له حنطه يجي وياه. ولكم عيب، احترموا الفقراء ولا هم هم الفقراء هم على كيفك، هم هم وادمنا ما ادري ايش بيها. احنا ما نعتب على ذول، خلينا نعتب بصراحه، خلينا نعتب على الوادم. ايش بيكم عمتكم؟ انتم ما تدرون ذولا فازين، ما تدرون ذولا ملتين بنسوانهم وقصورهم، انتم ما تدرون ذولا ملتين بفانشيستاتهم وشقاقين وين؟ انتم شو جاكم الشعب؟ انا ردعت على الشعب. انتم ما يحتاج، صاركم 20 سنة تعرفون ذولا شلون مقب على كلين وترجعون تنتخبون. شيخ ما ادري والله، والله العتب على الشعب، والله العتب على الشعب. يتحمل المسؤولية الشعب، والله الشعب يتحمل المسؤولية؟ ايه طبعا. خلع شيلك المفروض هنا، خلع شكيها احنا ما لنا علاقة. تعرف انت اليوم كل من يدور المصلحة مصلحته، هم بعض الناس الضخمال وقسم من عندهم الحاصل حتى في سبيل يقدر يوصل للمكانة والهدف الخاص ماله. شيخنا بس بس شغلة واحدة، واحد بس اريد برنامج واحد يعالج موضوع دامغ. شو اسمه؟ اسمه هاي البطالة الموجودة، هاي الشباب. اكو شباب ما عنده شهادة، القدر انت جهلته وجهلت اهله. تدري ذولا يشتغلون بالمطاعم 18 ساعة جاي من المحافظات وينام بالبتاوين. تعرف بيش الغرفة؟ بل فين بيها ضوء وما بيها ماي المرافق. يعني من يصعد يبات يصعد لبطل على مود المرافق مالته. هذا بالأخير ما راح ينحرف ويشرب مخدرات 18 ساعة. تمام. لا يقدر يسبح، لا يقدر ياكل، لا يقدر. هاي شريحه واكثر شباب من هاي جبت اعداد استاذ محمد. ملايين دول الشباب، دول ملايين من الشباب. انا بس اسال دكتور استاذ كامل اذا اسمح لي. لا لا بس خليني اسالك ارجوك لان ما عندي وقت هواي. هاي الاحزاب السياسيه هسه انت بحزب سياسي، منين تجيبون هاي الاموال تصرفونها على مدارس المحافظات من اجل ان تحصل المحافظ منين؟ والله يا اخي انت تدري انا لا عندي اموال. اقول لك انت لما تقول لي منين تجيب لي الاموال؟ اقول لك انا تجيب لي واحد درسي مع احترامات. احنا اقول لك اخي العزيز انت هسه مفكر بطلي؟ انا اعرف الرجال ابن جوار يدبر عنده الطلي، بس اكو عالم تدبر عنده تريلات مع الطليان. اي فشوف انت هذا هو وضعنا، هذا منين يجيبون؟ وضعنا العام هذا خلع شكيها. ليش انت مو بس تسال انت منين يجيبون؟ هي كل الاحزاب عندها خلع شكيها، عندها اموال وحصلت ومن ال 2000 انت البدايه. خلي يطبقون من اين لك هذا؟ انت يجلون يسالوني كامل غير دخلت العمل السياسي بال 2008 ويسالون هذا اللي عندها سمان، يقولوا له انت منين جبتها؟ راتبك ايش قد؟ زين هاي الاموال منين؟ هسه اذا اذكر لك الامور الوايد، هسه اذا اذكر لك واحد من الاسماء تقول لي لا وها وها وهذا ما يصير ايش اسمه وكذا. لا 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 هم ما جاي اقول لك، انت ليش تذكر الاسم؟ انت ليش بس اسم تذكر لي؟ لا انا ما اذكر لك، انا اذكر لك 10 اسماء. انا راح تذكر لي 20. اي ادري بك راح تذكر لي اسم تقول لي فلان. يا اخي الناس اللي نهبت الاموال، اموال البلد، اموال الشعب. لا انا اريد اسمع القيادات. انا الشيخ كامل نعم قيادات، هاي القيادات السياسيه. لا بيهم تجار، اريد اقول لك اياها القيادات. لا بيهم تجار، بيهم نعم. يعني بالذات اكو تجار هاي مال دين الحر يمكن زينه. احنا بالنسبه ان نشوف شكيها ترى هاي تمسك الحاصل، هي كلها تجار الدين الحر. اقول لك استاذ بشير هي كلها صعدت. خلع شكيها هي، احنا لو نحكم على جهه ما نريد نحكم. احنا لو نكون مصدرة واحدة تقص الفساد وتستعصل الفساد ونفضحهم ونقولهم يا أنتم اللي قدتوا العملية السياسية من 2003 ولحد هذا اليوم، أنتم بقتوا شعبكم، نهبتوا أموال، حملتوا جمل وما حمل كل الأموال. فإحنا بالنسبة لنا لا نحكم على جهة ونشخص الأسماء. عساني لما تقول لي ما أقدر أشخص واحد، راح تقول لي من هو هسه أنت اللي سرق فلان فلان؟ ما أقدر أشخص، لان انا اقول لك العمل صار تشخيص، صار بالجمله كل الاحزاب الرقابيه، كل الاحزاب اللي موجوده وزعاماتك وقياداتك والله ودعتك، وحتى وصلت من اجهزه امنيه ومن من من كوادر تدريسيه وامور هواي، كل هاي الناس نهبت ووصلت الى هذا الحال، والفقير ظل فقير مثل ما تفضل الاستاذ بشير، نايم بالتراب ومتدمر
طيلته وما يقدر ياكل يحصل على 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 العيش ماله بينما اكو ناس صعدت بعمالها صعدت بعمالها المال مال منين جابها الفقره قاموا يتحصلون على المقبلات من يحاسبهم مو على يحاسبهم من يحاسبهم قول له حكومات مرت علينا شويه حكومات مرت علينا من 2003 لحتى هذا اليوم انطيني منه اليوم مسكه وقال والله احنا نريد نطبق القانون العراقي والريد اللي سرق نجره نقول له تعال يا ابا تعال جاي انت ترى سارق ما جرينا ولا واحد ولا راح نجور لا 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 مو لان الكبار والفساد مسيطرين على الموضوع والفساد, والفساد مستمر والفقير الى الله خلي احكيك اياها هذا اللي قلت هذا الكلام يا اخي احنا ليش استاذ مهند استاذ مهند تسمعني اسمعك اسمعك تفضل زين هسه انتم مكلبتوا هذا مدرس معلم قال نحن امه خب مواكه هوايه غيرهم نفس القصه هم يمارسونها بس ما مسجلين للطلاب مسجلين الغير مواضيع رايحين الغير اشياء يوزعون فلوس يوزعون كذا يشترون بطاقات صح لو غلط هو منو اللي يوزع فلوس ومنو اللي يوزع منو اللي يوزع محولات ومنو اللي يوزع ابواب انابيب مال منو اللي يوزع مشاريع منو بالانبار انا راح اتكلم عن محافظه الانبار ما راح اتكلم اي تمام منو بالانبار تعال شوف التوزيع تعال شوف هاي منشوراتهم بالسوشيال ميديا المرشحين منو يوزع هسه هذا رجع لك منو اللي جاي يوزع منو اللي جاي يوزع الحزب الحاكم الحزب الحاكم يا ولد الحزب الحاكم استاذ مهند استاذ مهند والله المفروض تفرحون انتم هسه عاليا من الناس تجيهم ولدات اي والله نفرح تجيها نابيه لا نفرح على تجيهم والله المفروض تفرحون الدوله نفرح بها اي والله نفرح بها محوله ولا تخلي الناس تجيهم محوله انت تعطي الناس محوله انت قلبك محترق يا اخي حبيبي ما افرح حبيبي انت قلبك ليش محترق هاي مو مهنيه ولا كرم هاي حبيبي هاي اموال الدوله هاي مجبره الدوله انه توفر خدمات للناس انت مو مسؤول عن المنطق هذا شيخ كامل اي يعني بوق يا اخي لا لا مو بوق لا لا يعني بوق يوزع ليش ما تنطي هذا الشعب لا هو يصرف من جيبه هسه حكى في موضوع الشعب حكى في موضوع المحولات الناس محتاجه محولات الا ان تقرب الانتخابات استاذ محمد شنو اني والله العظيم اولا أنا يعني مع احترامي لشخصه لأنه الأخ كامل أنا أعرف طريقة هاي المقاطعة هسه أترك المقاطعة هو حوار حتى أغادر أستاذ مهند أترك المقاطعة هو حوار أوصل فكرتي أنا ما جاي أتكاون وياك يا حبيبي ولا جاي أوصل فكرة زي. حبيبي أولا هاي خروقات انتخابية من تقول نفرح ليش ما نفرح بس نفرح يوم اللي قبل الانتخابات توزعوها نفرح من توزعون للدرجات الوظيفية توزعوها بالإنصاف مو على اللي منتمي اللي ويا حزبكم توزعوها ثانيا انت تقول يا سيدي الكريم احنا نجي نحاسب الناس انا راح اسألك سؤال وجاوبني عليه اليوم انتم من 2018 بال 2018 لازمين محافظة الأنبار والمحافظات السنية قدموا لي انطيني اسم واحد قدمتوه للقضاء انطيني اسم واحد محافظ الانبار مع كل احترامنا للشخص الكريم السيد علي فرحان عملنا الانبار هسه تمنى الناس المحافظات يا اخي جاي تحكي انت استاذ مهند شو اليوم المحافظة الانبار تمناها كل المحافظات كل من يقول والله عاني كيف تكون محافظة الانبار صارت مثل بجهود اقول لك بجهود السيد الحلبوسي مثل بشنو مثل بشنو مثل بشنو السيد الحلبوسي اخي هو اللي طورها وطور الموصل وذهب الى الموصل وذهب الى صلاح الدين وذهب الى الانبار ايش سوى سوى يا سوى هو اللي اشتغل سوى عفوا عفوا ايش سوى عاد انتم قاعدين يا اخي جاي تحكون هنا هنا جاي تحكون ما يصير انتم المفروض من عندكم اليوم كل المحافظات حبيبي اولا تروح اسال المحافظات يقول لك اولا انا ما اجعجع خلي صور محافظه من محافظه الانبار اللي يجعجع واحد مثلك اولا انت عمر شلون تتكلم بادب الحوار اخوي العزيز شيخ ارجوك مو كافي ارجوك يا حبيبي لانه انتم شعوبيين شيخ ارجوك بس خلي يستمر الحوار ما قاعد اسمع يا اخي انت راتكم ابو عمر محافظتك لا تنقل المواطن تجرب بهاي الطريقه يجعجع شيخ ارجوك احترم نفسك حبيبي احترم نفسك اولا انا مو بقد
يعني اولا انا يعني شهادتي ما تسمح لي اتجاوز عليك. بس بعد هذا تيم والله شنو الجعجع حبيبي اللي عندنا راح افرحكم. شيخ خل اسمع شيخ خل اسمع شيخ خل اسمع ما ممكن بهالطريقه. لا مرت خزينه ملفات الفساد غرقت تغرق. شيخ كامل شيخ كامل اسمعني شيخ كامل شيخ كامل ارجوك اسمعني ارجوك اسمعني. نفرح نطلعنا المحافظه الاولى بالفساد استاذ مهند. لا ما بيها لو بيها فساد ما تعمرت. تمام استاذ مهند هاي مو صحيح كلامك. مو صحيح على ما تريد انت بكيفك تفصل على ما تريد. ما بيها الفساد عندك نزاهه عندك رقابه ماليه كلهم تابعين لكم كلهم تابعين لحزبكم عندك نزاهه. تمام سمحت عندك نزاهه شيخ رجاء شيخ عندك رقابه ماليه شيخ والله خلينا ندير الحوار بطريقه استاذ مهند. وانت تتكلموا انا اشوف هاي هذا الكلام غير صحيح. هاي العصبيه من العالم بالباطل ما يجوز يا استاذ مهند. لا صحيح حبيبي الفساد انتوا غرقتوا المحافظات السنيه بالفساد غرقتوا المحافظات السنيه بالفساد. شلون غرقوها انتوا قبل عم شفتوا مستلمين هاي المحافظات ليش قدمتوا لكم واحد للقضاء إيه مثلا؟ طبعا تعال حاسبني إيه؟ اولا انا ما امثل جهه يوم إيه؟ اللي انا اذا انا بايك غيرك حاسبني كانوا موجودين. بس ليش الحلبوسي قال الحلبوسي اخي انا ما عندي مشكله شخصيه ويا السيد الحلبوسي خلي ببالك هسه تركنا خاف ما تدري زين انتوا الان انا اتحدث بس عن بس انت حبيبي استاذ محمد اترجاك اذا بهاي الطريقه ندير الحوار انا اريد اكمل فكرتي كل ما اقدر اكمل فكرتي شيخ ارجوك شيخ ارجوك مو صحيح استمع سيدي الكريم. أولاً الدعايه الانتخابيه المفوضيه العليا للانتخابات حددت الطريقه للدعايه الانتخابيه. طريقه الدعايه الانتخابيه اليوم لها شروط. ما يجي أنا اليوم يجي واحد يستخدم موارد الدولة. تعال عمي شوف موارد الدولة منهوبة. واحد يستخدم وزارة الكهرباء وصحنا يا وزير الكهرباء عمي ماكو هيش منطق. هاي الطريقة ما راح تقدرون تدرون بها انتخابات. واحد يستخدم وزارة البلديات واحد يواعد الناس. وطلبنا من السيد رئيس الوزراء وقلنا يا سيد دولة الرئيس يا تاج راسنا يا حبيبنا كنا داعمين لك اسحب يد المحافظين واسحب شكو مدير دائرة مو بالأنبار كل العراق شكو مدير دائرة مدير دائرة مرشح للانتخابات اسحب ايده هي شهرين 3 أشهر هذا ده يستخدم موارد الدولة حتى لا يفهم الموضوع على انه فقط بالانبار. هو هذا مو مثل الانبار تفرحون لانه انتم المفروض تفرحون لانه والله جاي يوزعون محولات واعمده. حبيبي ليش ما كنتم توزعوها قبل ما يصير الانتخابات؟ واضح هسه وضحت الفكره. دكتور بشير اكو استغلال للدوله قاعد يصير. استاذ مهند قاعد يقول لك هسه على الاقل هو يتحدث لك عن محافظه الانبار يمكن في كل محافظه اكثر المحافظات قاعد يصير صحيح كل العراق يعني وزارات قاعد شوف هذا استغلال مال عام باختصار استغلال مال عام يعني موجود بكل المحافظات وكلها جاي تبوق من الدوله وتطي وبس هاي الفتره وبعدين ما يشتروهم للناخبين بفلسين يصعدون بسياراتهم العاجيه بالتاهوات ويبنون قصور النسوانهم طبعا ياخذون نسوان غير العتك دن الحلوات امهات النفخ شك وحده نافخه اعلان راح يجوكم اعضاء جدد يتزوجوكم مبروك قعدا بال حاسدهن هاي المطاعم مطاعم النفخ تجديد هذا بالنسبه اعلان للبانشيستات اجوكم الجماعه حضرا الاخ مهند ايش راح يسوي؟ اعترض ايش راح يسوي؟ على انه يا خلينا من السياسه البانشيستات ايش راح يسوي لهم؟ زوجين الاعلان راح يزوجوني ذولا بس يفوزون ايه ينسى المفلح الاوليات يا حندر لا يا مسكين وين الشعب اذا ولا فانشيستا يخنس عليها ايه؟ تروح تضرب لها لو شرطي لو ضابط ايه؟ ينفضح لو هو ينطرد لو يطردها هي هاي القصه. اشكرك دكتور بشير الحتيمي شكرا لك استاذ كامل الغريري وشكرا لك استاذ مهند الراوي من الانبار.
والله هذا الإعلان يفيد. حياك الله هذا الإعلان. أستاذ بشير خوش ختم. نشوفكم باكر بنفس التوقيت في أمان الله.